جوز كلام. ابو فاكر شو عم تعمل؟ عم بقرا حبيبتي. خير في شي؟ لا خلقي قاعده لحالي. اترك القراءه من ايدك وتعال عود معي نتحدث شوي. يلا يلا بس لكمل هي الصفحه مشان ما ضيع وين صرت. ام جوزيف شفتي لي كتاب كليله ودمنه اللي كنت عم بقرا فيه امبارح؟ اي شو انا اللي كنت عم بقرا ولا انت؟ هلا سالتك جاوبيني لو سمحتي، شفتي ولا لا؟ لا ما شفته. وين بده يروح يعني؟ وما رح يروح على محل، رح يضل مطرح ما انت حطيته اخر مره. بس اذا انت مو متذكر معناتها الحق عليك مو على الكتاب. بخير الله ام جوزيف، هلا وقت فلسفتك ها؟ شوفه ليكون واقع ورا التخت، لانك كنت عم تقرا فيه قبل ما تنام. ايه والله معقول، لفوت شوف يلا. شو لقيته؟ ايه لقيته، معك حق طلع واقع تحت التخت. بس شوفي شلون فرط، يا الله. شوي تاني بدي انزل على المكتب اخرزه وجلده. يا امي شو انك عتيق. شلون يعني عتيق؟ شايفتيني عمري 200 سنة والغبرة محطوطة فوقي؟ لا عمرك مو 200 سنة، بس تصرفاتك مثل يلي عمرهم 200 سنة. طب قولي لي ليش؟ بس قبل صبي لي كاسة شاي مشان اهضم حكيك. يعني كم مرة صرت قايلت لك جيب تابلت وحط عليه الكتب يلي عم تقرا فيها؟ اخف وانضف، لا كتاب ضاع ولا كتاب انشق ولا كتاب عرناه لمدري مين وما رجعه. ايه والله ذكرتيني، في رواية عايرة لرفيقي عاصم ولهلا ما رجعها، بدي ذكره فيها قبل ما انسى. شفت شلون؟ وبعدين التابلت بيغنيك عن الفتلة والوقفة على بسطات الحلبوني وجسر الرئيس كل النهار، لأنه أي كتاب اللي بدك إياه بكبسة زر بيصير عندك وببلاش. لك يا أم جوزيف يا حبيبتي، أنت بتعرفي إنه ماني ضد التطور والتحديث الحقيقي، ماشي الكلام، بالعكس، بس موضوع الكتب تحديداً ما بيزبط معي. إذا ما قلبت الورق بإيدي وشميت ريحته وحسيت بملمس الصفحة وشخبرت على الهامش وكتبت ملاحظات وتعليقات، ما بحس حالي قريت. لك ما بستمتع. لك أبو فاكر، هلأ هاي المكتبة الطويلة العريضة يلي عندك قديش دافع عليها؟ دم قلبي. طب وقديش بتدفع بالسنة تصليح وتجليد وإعادة تأهيل؟ المبلغ وقدره. وقديش بتاكل شغل وتنظيف وترتيب؟ كتير والله. طيب ليش ما بتختصر كل هالمصاريف والتعب وجيب لك تابلت ب50,000 ليرة وتحط فيه بدال 200 كتاب 20,000 كتاب؟ قلت لك لاني ما بستمتع بالقرايه من على الشاشه. ايه لكن خليك عم بتحط هالمصاريف. علينا كبينا كاسه الشاي. دخيل عينك ناوليني شقفي مشان امسح الشايات من على الكتاب. يلا الله يرزقني على قد ما بتكب شاي وقهوه. لا وكبيتها على الكتاب كمان. ايه تخيلي لو عندي تابلت ونكب الشاي عليه بقى أنا أوفر. خسارة كتاب ب50 ليرة من على البسطة ولا خسارة تابلت ب50,000 ليرة؟ لك ما حدا بيقدر عليك. جوز كلامه.